انت جيت لسوريا متى؟ هكذا في شهر عم ناوي يعني طوع عندي سنة يعني موجود أنا في سوريا. نعم عندي سنة، ما يعني أتذكر بالضبط، ولكن في فصل الشتاء هكذا رأيت ربما أني سأقضي سنة ثم أعود إلى تونس والله. أرى زوجتي وهي منضمات تحت جماعة إسلامية. صح، أصلا في بعض الصور جابون يعني في قنوات دينية زي صفر وصار. لما تواجب على المسلم يدفع العدو الصائل مهما كان، عرفت؟ أهم حاجة أنه ما يكونش ما يقاتل مع الكافر، عرفت؟ هو أصلا اتصالات كانت يعني من تونس، يعني عن من تونس عن طريق شخص ما يسمى هذا أحمد. هو نفسه أبو أحمد؟ نعم. ودفعت بفلوس ولا؟ دفعت. نعم. كل ما تملكه في نعم. هذا أبو أحمد حسب ما فهمت أنا توقف بعض اللقاءات، حسب ما فهمت هذا صار ملياردير أبو أحمد. أكيد. فما شكون أصلا جايب معاه 30 مليون و 50 مليون تونسي. من أدراك أنه ما شاهدته هو إعلام حقيقة؟ هو ليس بحقيقة أصلا، مفيش حقيقة مطلقة. أنا بالنسبة إلي ليس بحقيقة. ما لاش شنو خي شنو إيش لازمك جاي خلاص، هذاك هو أصلا الشيء اللي أنا حدثتك عنه. معناها أنا قبل ما نفهمش معنا أخوي محمد. أي. معناها فما تهويل، فما فزاعات. واضح، أي إنسان سبحان الله عندما يشاهد، أي إنسان ربما أنت تشاهد أو شاهدت بالطبع تتحمس لمثل هذه الأمور أو تستوحش هذه الأمور. واضح، ولكن لا تستفسر ولا تتبين. يعني أنت ما استفسرتش وما تبينتش. نعم صح، هذه بحب نفهم أنا. خلاص خاطر كلامك بكل هدوءك، ولكن فما حاجات ما نحب نفهمها باش المشاهد يفهمها. معناها طيب. أنت ما استنتجه أنك لم تتأكد من مصدر الصور. نعم صح. ولا من صحة الصور، ولكن دفعك وحرصك وحماسك. نعم صح، خليك تغمض عينيك وتجي. صح. الإنسان الذي سيشاهد سيفهم أصلا حديثي وعباراتي. واضح، يعني يتبين ويأخذ حذره ولا يلقي نفسه إلى أشياء ربما قد يعني يندم عليها في وقت ما. فرش في التلفزيون نمشي نحط الجزيرة، ساعات نحط المكلة باش ناكل، ما عادش نجم ناكل، نبطل المكلة نحاها، فهمت؟ يجيب لك مسجد مهدم، ويجيب لك جيش داخل يعافس في مصحف برجله، فهمتني؟ يقول لك هذا الجيش السوري شامل في سوريا. يجيب لك مرأة تستغيث، راني أنا اغتصبوني ورام اعتدولي على عرضي ورام عملولي ورام كذا. يجيبوا أولاد صغار مقتولين عمرهم 4 سنين و3 سنين وكذا، قتلهم الجيش السوري، فهمت؟ هذه الجزيرة، هذه قنوات الكل، التلفزيون اللي نتفرجوا فيها الكل. ما ترى وتبث أمامك يعني مشاهد، ولا ندري هل أن مشاهد هذه التي ترى في مرمى أعين الناس هي حقيقية أو مفبركة أصلاً. أنت تعتقد أن لم تأخذ الوقت الكافي للتأكد من مصداقية الصور؟ مرجعيتي الدينية أصلاً لا تسمح حتى باش نتخذ أي قرار. الدولة نتاعك اللي أنت هي معناها الحاكمة اللي أنت عايش فيها تونس، في تونس يجي يطرد سفير سوريا ويسكر سوريا. الانتهاكات انتهاكات إنسانية وما نعرفش وكذا. أنت معناها من الناس اللي كنت تصدق الدولة التونسية؟ أي طبعا أخي، توني دولة تتعامل مع دولة، كانوا يتعاملوا مع بعضها. ايه؟ تونس وسوريا كانوا عدو الدولة، ما نعرفش يعني أصدقاء كانوا، صح كانوا ولا ما صح؟ كانوا أصدقاء ولا ما كانوش؟ تجي في يوم ما الطائرة طرد لها سفيرها وتسكر السفارة نتاعها وتقول هذه ما عادش تلزمنا، وضم الناس ينتهكوا في الأعراض وينتهكوا في كذا وينتهكوا، فهمتني؟ دونك الدولة، موقف الحكومة التونسية شجعك للجيل السوري؟ ما حاجة من الأمر هذا، حاجة منهم يعني، بداية منهم. ألا نستحق إخواننا الفلسطينيين النصرة؟ نستحق؟ يعني شنو تمشي لهم شوية؟ ما تكفيش باش تمشي لهم. عندكش معناها علاش؟ علاش تو تحلت مصر وقت اللي أنت جيت محلولة مصر وانبسطت تدخل قطاع غزة؟ بالتهريب كلمة هربت لسوريا بالفلوس، قد دفعت أنت؟ $1000 بمعنى زوز من الناس، الواحد $500.